كتير جدا هيقول لي طب يا دكتور احنا انا عن نفسي استغنيت عن الطب الغربي ورحت عملت حجامه اكتر من مره وكان الفشل حليفي، لان حضرتك اخطات الاختيار. بمعنى ايه؟ لما انا بتحدث عن اليات الطب البديل وبقول لحضراتكم واوضح لحضراتكم كثير جدا من التعامل مع الحالات المختلفه مع اليات الطب البديل، اقصد في كلامي الطب واقصد في كلامي الطبيب المتخصص. فما تجيش حضرتك تقول لي بقى ده انا رحت عملت حجامه مره واثنين وثلاثه ومفيش فايده. انت كلامك مش صح. لا، حضرتك اختيارك هو اللي مش صح. حضرتك ما اخترتش الطبيب المتخصص في هذا المجال. وبعيد للمره الالف، وعيدها ان كان في العمر بقيه للمره الالفين، انا لا بعمل دعايه لنفسي ولا بعمل دعايه للقناه الفاضله اللي انا بظهر عليها ولا بعمل دعايه للمكان اللي انا بعالج فيه. لا بتلاقي حضرتك تليفون للتواصل ولا بتلاقي عنوان للتواصل خالص. كل اللي انا بتحدث فيه ثقافه طبيه، ما بقولكش تعالى لي مخصوص، انا بوضح لحضرتك وانت تختار الطبيب المتخصص اللي انت تقدر تروح له. نقطه مهمه جدا لوجه الله سبحانه وتعالى. انت عملت حجامه مره واثنين وثلاثه وكانت عندك مشاكل في العظام ومشيت كتير جدا مع الاطباء، فقلت خلاص اعمل بقى امر لله، اعمل الحجامه اللي بيقولوا عليها واشوف الطب البديل اللي بيقولوا عليه، وعملنا وجدنا الفشل الذريع. تخيل بقى انت لما تجيلي بعد ثلاث مرات واول كلمه هقولها لك واحنا قاعدين مع بعض كده بعد ما بنشخص وبعد ما بقول لك تشخيصك وعندك كذا، فالعلاج ايه يا دكتور؟ العلاج ان احنا هنعمل حجامه. طب ما انا اعملها ثلاث مرات وانا جاي لك عشان تقول لي اعمل حجامه، اكيد هترفض. انا لو مكانك هرفض. لا، تخيل بقى حاله عملت خمس مرات حجامه وتدخل للدكتور يقول لها انا هعمل حجامه. يعني اعتقد ان من حقها تقول بس خلاص شكرا جدا سلام عليكم وتمشي. خلينا نشوف الحالة دي علشان تعرف حضرتك أن آليات الطب البديل على يد طبيب متخصص تختلف تمام الاختلاف عن الطريقة العشوائية، تختلف تمام الاختلاف عن الطريقة التجارية. خلينا نشوف الحالة دي وشوف عملت كم مرة حجامة وشوف النتيجة كانت إيه ونشوف أخبارنا إيه معاها ونرجع مع بعض نحللها من الناحية الطبية. أم البنات، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا دكتور. الامل والسعاده والتفاؤل. ربنا يعزك وعلي قدرك يا رب. ده ايه الوصف الجميل ده؟ بارك الله في عمرك يا رب. اسال الله العظيم ان انا اكون كذلك واكون عند حسن الظن يا رب. ربنا يحفظك. اللهم امين يا رب. اتفضلي يا فندم. انا كنت جيت لحضرتك من اربع شهور كده يا دكتور. تمام. بعد يعني مرحله طويله خالص مع الاطباء، يعني من 2009 الى ما جيت لحضرتك. كنا بنشتكي من ايه يا ام البنات؟ كان الام في المفاصل وصداع دايما، يعني رحت لكل الاطباء حتى دكتور القلب وانف واذن. كل الاطباء رحت لهم. تمام. وفي الاخر دكتور المخ والاعصاب قال لي دي خشونه في المفاصل. تمام. وخدت العلاج وتعب للمعده خالص وبعد كده قعدت. فقلت اخر مرحله يعني هو الطب البديل. تمام. فالصراحه انا بثق في قناه الرحمه جدا، ومش كنت عارفه الصراحه اروح لاي دكتور في اللي بيجي فيه على قناه الرحمه. فاستخرت ربنا، فربنا سخر في الرؤيه الدكتور وسامه. الحمد لله رب العالمين. ربنا يجعلنا مفتاحا لكل خير لكم يا رب. الحمد لله. اللهم امين. اللهم امين. عملنا ايه بقى يا مدام؟ عملنا ايه مع بعض؟ جيت انا لحضرتك قلت لي هنعمل ثلاث جلسات حجامه. قلت لك انا عملتها، كنت عاملها اكثر من خمس مرات. كويس. فقلت لي انت متخصص؟ قلت لك لا. قلت لك يبقى ما عملتهاش. فابتدينا الحمد لله باول جلسه، فالحمد لله النتيجه كانت طيبه خالص. هي مش كان في الاول حسيت براحه، بعديها بالاسبوع الثاني. جميل. مع العلاج وكده. تمام. كملت الحمد لله دلوقتي، عملت الثلاث جلسات فالحمد لله، يعني كان هي السيرفر كان في الجلسه الثالثه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين. يعني الحمد لله من 2009 ابتدينا بقى ننتهي من الايه، من الالام والمشاكل دي. الحمد لله. والله كانت الالام ما كان بتفارقني لا ليل ولا نهار. الحمد يعني لله. كنت بنام عشان اهرب من الالم. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب يا ستي، مش عارفه الى الان انا بقول يعني السر في الحجامه،
او في الترس الاعشاب او في الدكتور اسامه. لا في الحجامه، لا 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 لا، هي في الحجامه وسنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله عليه وصحبه الصلاه وسلم، والسلام. ولكن على يد طبيب متخصص. يعني احنا بنقول كما اوصانا الله سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وكما فعلا اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم الطبيب يعلمه من يعلمه ويجهله، او علمه من علمه وجهله من جهله. فاحنا بنقصد الحمد الطبيب لله، المتخصص، ولكن حقيقه السر في الحجامه. فعلا فعلا، الحمد لله الحمد رب لله العالمين. رب العالمين. ربنا يجعلك دايما سبب يا رب ومفتاح للخير دايما. ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا على الاتصال، وجزاك الله خيرا على حسن الدعاء، شكرا جزيلا لحضرتك. 5 مرات حجامة عملتها أم البنات، وتفاجأ بالطبيب اللي قدامها يقول لها أنا هعمل لك حجامة. أعتقد زي ما بقول لحضراتكم من حقها لو أنا مكانها، لا شكرا أنا مش هعمل حجامة، ده أنا عملتها 5 مرات. بس شوف السؤال اللي أنا سألته لها على يد طبيب، قالت لي لا، قلت لها تبقى ما عملتهاش. وهذه حقيقة واقعية. كتير جدا من اللي بيشرفونا يقول لي انا عملت حجامه على يد متخصص. يعني ايه متخصص؟ انا عملت حجامه على يد حد واخد دوره. يعني ايه دوره؟ الطب لا يعترف بكل هذا الهراء، الطب لا يعلم ولا يعرف اي شيء عن هذا الهراء. في حاجه اسمها طبيب، ثم بعد ما يتخطى ال7 سنين العجاف يدخل في 7 سنين تاني عجاف اكتر منهم علشان يتخصص، علشان حضرتك تصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى درجة الشفاء، عشان حضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الطبيب سببا في شفائك. 5 مرات عملت حجامة، مفيش حاجة اسمها متخصص في الحجامة إلا إذا كان طبيب، مفيش حاجة اسمها خبير في الحجامة إلا إذا كان طبيب، مفيش حاجة اسمها خد دورة في الحجامة إلا إذا كان طبيب. أما الباقي فسيبك من الكلام ده كله. وزي ما شفنا مع حالة السيدة الفاضلة أم البنات، أم البنات بعد مرحلة طويلة مع الأطباء كان عندها آلام مفاصل وصداع مستمر، شخصوها ان هي خشونه في المفاصل. العلاج تعب لها المعده، زي ما بقول لحضراتكم دايما المسكنات ليها اثار جانبيه شديده الوطأة على المعده والكلى والكبد، يعني خلاص زي ما بنقول ايه استوت. فقالت خلاص نجرب الايه الطب البديل وربنا سبحانه وتعالى سخرنا ليها. فبتقول لي انا عملت الحجامه 5 مرات وابتدينا، قلت لها لا سيبك من الكلام اللي احنا عملناه، بدل ما عملتهاش على يد طبيب متخصص تعتبري نفسك ما عملتهاش. وقد كان بعد الجلسه الاولى في الاسبوع الثاني يعني ارتاحت شويه. شوف بقى لدرجه ان هي كانت بتنام عشان تهرب من الالم، شوف شده الالم ووطئته عامله ازاي، بنام عشان اهرب من الالم. في الجلسه الثالثه انتهى الالم تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. وده هيخليني أقول لحضرتك أن الالتزام بالخطة الطبية العلاجية اللي أنا بشرحها لحضرتك والحاجات الأخرى، الخطة الطبية العلاجية لا تشمل الحجامة فقط، عشان كل حالة بتختلف عن الأخرى عن التانية عن التالتة. الخطة الطبية العلاجية البنود التي أذكرها لحضرتك هي دي بنسميها The Medical Plan of Treatment أو الخطة الطبية العلاجية، لابد أن تلتزم بها جميعها علشان نصل إلى النتيجة اللي إحنا سمعناها بعد معاناة طويلة مع الأطباء، وبعد كان بتنام علشان تهرب من الألم. التزمنا بالبنود الخطة الطبية العلاجية، الحمد لله رب العالمين. في الجلسة الثالثة انتهت المشكلة تماما تماما بمعنى الكلمة. مهم قوي أن حضرتك تلتزم بالخطة الطبية العلاجية، مهم جدا ان حضرتك تعلم تمام العلم ان اي بند من البنود لو اهملناه مش هنجيب نتيجه. التزامك مهم جدا. اقول 3 مرات الاعشاب يبقى 3 مرات، ما تقولش مرتين، لان احنا بنحب الفصال قوي. يعني كان عندي سيده فاضله من السودان الشقيق فبتقول لي ده انا نسيت افاصل الجلسه اللي فاتت، انا بحب الفصال جدا، ده انا زعلت ان انا ما فصلتش. فاصل في الفلوس زي ما انت عايز، ما فيش مشكله، لكن ما تفصلش في بنود العلاج بتاعك. بلاش الاعشاب يا دكتور عشان ما بحبهاش، ما ينفعش. بلاش يا دكتور العلاج ده علشان اخدته قبل كده وما جابش نتيجه. ما دام ذكر الطبيب البنود المختصه بعلاج حضرتك ما ينفعش ان انا اشيل بند.